شكرا لكم جميعا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. السيدة رئيسة مجلس النواب، السيدة نائبة الرئيس، أعضاء الكونغرس، أعضاء المحكمة العليا، أعزائي المواطنين الأمريكيين، جائحة كورونا كانت تهددنا في العام الماضي. هذا العام والليلة نحن في حال أحسن. هذه الليلة الجمهوريون والديمقراطيون هم أمريكيون، ومسؤوليتنا أمام الأمريكيين، أمام الشعب الأمريكي وأمام الدستور الأمريكي، مسؤوليتنا هي هذه الحرية التي نراها بأنها تضعف فرصنا وتجعلنا نأخذ فرصنا. قبل 6 أيام فلاديمير بوتين حاول أن يزعزع أسس العالم الحر، اعتقد أنه يمكن أن ينفذ أجندته، لكن أساء التقدير بشكل سيء. اعتقد أنه سيغزو أوكرانيا والعالم سيتفرج، لكن واجه بمقاومة لم يتوقعها قط. هو واجه الشعب الأوكراني. الرئيس زيلينسكي، وأقول إلى كل أوكراني، أحيي فيكم تلك الشجاعة والبسالة التي ألهمت العالم. مجموعة من المدنيين يستخدمون كل ما لديهم، وذلك من أجل مواجهة الجنود للدفاع عن أرضهم. والرئيس زيلينسكي قال في خطابه أمام البرلمان الأوروبي: الضوء يبزغ في أوقات الظلام. السفيرة الأوكرانية تجلس هنا مع السيدة الأولى، ونقول لها قفي. هذه رسالة إلى العالم. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. هذا الحزم والعزم القوي yes. نعم، نحن في الولايات المتحدة الأمريكية نقف مع الشعب الأوكراني. عبر تاريخنا تعلمنا هذا الدرس. عندما يقوم المستبدون بعدم دفع الثمن لغزوهم، يسببون فوضى أكبر، يواصلون التقدم ويسببون الدمار. والولايات المتحدة الأمريكية والعالم يقف مجددا من أجل الدفاع عن الاستقرار في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تدافع عن الديمقراطية، لأن الديمقراطية تهم للأمريكيين. بوتين بهجومه على أوكرانيا قام بحرب متعمدة وغير مبررة. هو رفض فرص الدبلوماسية، كان يعتقد أن الغرب لن يرد، كان يعتقد أنه سيقسمنا وأن هذا الكونغرس سيتردد عن مواجهته، وكان مخطئا. نحن موحدون ونحن سنبقى موحدين. نحن استعددنا بعناية وقضينا أشهرا في التواصل مع الأوروبيين والأمريكيين وأفريقيا من أجل مواجهة بوتين. كما تعرفون، ساعات كثيرة قضيتها مع الحلفاء الأوروبيين
الأوروبيين. نحن تشاركنا مع العالم كل المعلومات التي نعرفها عما يخطط له بوتين، وبوتين كان يحاول أن يبرر غزوه. لا يمكن أن نخلط الأكاذيب الروسية بالحقيقة. الآن نعرف أن العالم الحر يحمله المسؤولية، إلى جانب 27 دولة في أوروبا بما فيها بريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ودول أخرى، حتى سويسرا. الآن يسببون الألم لروسيا ويدعمون الشعب الأوكراني. بوتين الآن معزول في العالم بشكل غير مسبوق في تاريخ حكمه. معا وبشكل جماعي معا ومع حلفائنا، نحن نفرض وننفذ عقوبات قاسية وأليمة على روسيا. نمنع روسيا من الوصول إلى المؤسسات المالية، ونكبد الروبل خسائر كثيرة، ونجمد الأصول، ونمنعه ونمنع الدولة الروسية عن الوصول إلى صادرات التكنولوجية للأعوام المقبلة. أقول للنافذين الأوليغارشيين في روسيا الذين راكموا ثروات ومليارات من هذا النظام الفاسد، لن تجنوا مليارات إضافية. الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة العدل والمؤسسات المعنية ستحمل المسؤولية لأغنياء الروس الذين يحيطون ببوتين، الذين يسافرون بمروحياتهم. سيأتون إليكم، وأنا أعلن هذه الليلة أننا سننضم لحلفائنا لإغلاق الأجواء الأمريكية على كل الطائرات الروسية، وهذا يضاف إلى حزمة عقوباتنا الاقتصادية. ليس له أدنى فكرة عما يقدم عليه. الروبل فقد 30% من قيمته مسبقا، السوق الروسية فقدت 40%، والتجارة معلقة. الآن الاقتصاد الروسي يدمر، وبوتين هو الوحيد الذي يلام. مع حلفائنا سنواصل دعمنا لأوكرانيا للدفاع عن الحرية، وسنقدم لهم الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي. سأعطيناهم أكثر من مليار دولار، وسنواصل دعم جيش الشعب الأوكراني لتخفيف معاناته. دعوني أكون واضحا، قواتنا لن تشتبك في القتال مع القوات الروسية في أوكرانيا. قواتنا لن تذهب إلى أوروبا لمقاتلة روسيا، وإنما للوقوف إلى جانب حلفائنا في حلف شمال الأطلسي. ولذلك نحن عبأنا قواتنا من مختلف فئاتها، وكنا قد نشرنا قواتنا في بولندا وإستونيا وفي عدد من الدول في الناتو. ودعوني أكون واضحا، إن أمريكا والحلفاء ستدافع عن كل شبر من بلدان حلف شمال الأطلسي. نعم، كل شبر سندافع عنه. ونحن نعرف ونرى ما يحدث في أوكرانيا. الأوكرانيون يقاتلون ببسالة وشجاعة، لكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون صعبة عليهم. بوتين يبذر الفوضى، والذي سيكسبه ميدانيا سيدفعه ثمنا غاليا في المستقبل. وأنا فخور بالشعب الأوكراني، فخور بذلك القتال الذين يبدونه للدفاع عن كل شبر من أرضهم. الآن
الآن بعد عقود من الاستقلال هم يظهرون بجلاء أنهم لن يتساهلوا مع أي أحد يريد أخذ وقضم أراضيهم. وأقول للشعب الأمريكي وللعالم إن روسيا بغزوها دولة ذات سيادة خلقت الفوضى في العالم، وأنا سأتخذ مواقف قوية في العقوبات لاستهداف الاقتصاد الروسي، وسأستخدم كل أداة أملكها لحماية المستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية. أعلن اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت مع 30 دولة من أجل إطلاق وسحب 60 مليون برميل من النفط من أجل مساعدة سوق الطاقة على الاحتفاظ باستقرارها. سنواصل بذل الجهود حتى نكون موحدين مع حلفائنا. هذه الخطوات ستساعد الاستهلاك للطاقة في بلدنا، وأقول إننا ندرك أن الأمريكيين سيكونون بخير، ستكونون بخير. وعندما يكتب التاريخ فإن بوتين سيخرج من أوكرانيا ضعيفا وسيترك العالم أقوى. ما كان يجب أن يحدث هذا الشيء المريع لنرى ما الذي هو على المحك. الآن الجميع يرى كل شيء بوضوح. نرى هذه الوحدة. أوروبا هي موحدة أكثر من أي وقت مضى. الغرب موحد جدا. نرى تلك الوحدة في المدن في مختلف دول العالم. حتى في روسيا هناك المتظاهرون يدعمون الأوكرانيين. إذن هناك ديمقراطية تتصاعد والتيوقراطية والاستبداد يتراجع، والأمن والاستقرار هو الذي سيتحقق. هذا اختبار حقيقي سيأخذ الأمر وقتا. هناك تطلعات للشعب الأوكراني من أجل أن يكون هناك تعزيز لهذه الروابط القوية مع الشعب الأمريكي. نقول للشعب الأوكراني نقف معكم. نعم نقف معكم. قد يطوق بوتين كييف بالدبابات لكنه لن يطوق الأوكرانيين، ولن يتمكن من تطويق حريتهم، ولا يمكنه أن يفت عزيمة العالم الحر. نلتقي اليوم والولايات المتحدة الأمريكية تواجه أزمتين كبيرتين، الجائحة جائحة كورونا. هناك عائلات كثيرة تعاني بسبب مصاريف الوقود والمسكن والكثير من الأشياء الأخرى. أنا أفهم ما تمرون به. أبي كان في بنسلفانيا يبحث عن عمل، ونعرف أن هناك الأسعار الغالية التي تؤثر عليكم. وأنا أول شيء فعلت عندما أصبحت رئيسا هو تلك الخطة الأمريكية للإنقاذ. أعرف أن الناس يعانون، ولذلك نحن نعرف أن تشريعات وقوانين يمكنها أن تساعدنا على الخروج من الأزمة. كذلك أن اتخذت قرارات تلقيح وتطعيم الأمريكيين حتى يكون هناك تعافي، وقمنا بمساعدات للأمريكيين حتى يتمكنوا من إطعام أقاربهم، وأن يكون كل شخص قادرا على جلب الأغذية والمواد الاستهلاكية لأقاربه. أبي كان دائما يقول لي أعطي الناس ما يأكلونه من خبز. وبطبيعة الحال نعرف أن خطة الإنقاذ الأمريكية أفادت وساعدت العمال الأمريكيين ولم تترك أي أحد، ولم تتخلف عن أي أمريكي، وتلك الخطة نجحت. نعم نعم إنها نجحت، وخلقنا الكثير من الوظائف. خلقنا 6.1 مليون وظيفة فقط في العام الماضي.
عدد كبير من الوظائف في سنة واحدة، أكثر من أي وقت آخر في تاريخ أمريكا. كذلك نحن حققنا نمواً اقتصادياً كبيراً لم يحقق منذ 40 عاماً، ونعرف أن هناك أشياء يستفيد منها الأمريكيون. منذ أكثر من 40 عاماً قيل لنا إن الضرائب ستبقى مفروضة على المواطنين الأمريكيين، وذلك دون إنصاف. الآن نعرف أن هناك تغير في منظومة الضرائب. السيد هاريسون كان قد قال شيئاً، وأعرف أن البعض يختلف معي بالنسبة للرؤية الاقتصادية لأمريكا والاستثمار في أمريكا، يكون عبر التعليم، عبر مساعدة العمال وبناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى الأسفل، لأننا نعرف لأننا ندرك أنه عندما تنمو الطبقة الوسطى فإن الفقراء يتحسن وضعهم. الولايات المتحدة الأمريكية الآن يجب أن تحسن بنيتها التحتية، لأننا في المركز المتأخر. ولذلك أنا أكدت مسألة تمرير البنية التحتية، وأشكر كل الذين دعموني في مشروع إعادة بناء أمريكا وهذا الاستثمار الكبير في تاريخنا. أود أن أشكر أعضاء الحزبين الذين ساعدونا على فعل ذلك. البنية التحتية نتحدث عنها لعقود وليس لأسابيع. سنضع أنفسنا في سكة التنافس في القرن 21، وسننافس دول العالم وخصوصا الصين. أنا قلت لشي جين بينغ ليس هناك مجال لمنافسة الأمريكيين، وأنتم بنيتم الجسور والموانئ والمطارات، ونحن سنفعل الشيء نفسه، ومع ذلك وفي الوقت نفسه سنخلق العدالة المناخية، وكذلك سنواصل شق الطريق في الطاقة المتجددة. نحن سننشر 5,000 محطة للتزود بالطاقة الكهربائية في أمريكا، وهذه مجرد بداية. كذلك سنقدم إنترنت سريع لكل الأمريكيين سواء في الضواحي أو البلدات أو المدن. هناك 4,000 مشروع أطلقت مسبقا، وهناك مشاريع لمستموها، وأنا أعلن هذه الليلة أننا سنبدأ بإصلاح 65,000 ميل من الطرق، وكذلك سنواصل تحسين جودة طرق أخرى في أمريكا. عندما نستخدم دولارات دافع الضرائب لبناء أمريكا ولإعادة بنائها سنفعل ذلك بدعم الوظائف الأمريكية، وسنفعل ذلك ونبني بالمنتجات الأمريكية، ونحن سنبقي هذه الدولة آمنة وفي سلامة. وكان علينا أن نحرص لسنوات أن يكون دافع الضرائب يدفعون أموالا لتعود بالنفع على بنيتنا التحتية وعلى بلدنا. سنشتري كل ما هو أمريكي، وذلك حتى تكون كل منتجاتنا تصنع في أمريكا من البداية إلى النهاية. كل المنتجات أمريكية ستكون، لكن
حتى نتنافس في وظائف المستقبل لابد أن ننافس الصين وباقي المنافسين. لذلك مهم جدا أن نمرر هذا القانون في الكونغرس لأنه سيعود بالنفع على المصنعين وعلى الفاعلين التكنولوجيين. سنستثمر 2% من نتاجنا المحلي الإجمالي في البحوث والتطوير. لا نعرف ما الذي تقوم به الصين على سبيل المنافسة. دعوني أقول لكم، إذا سافرتم 20 ميلا في أوهايو ستجدون أراضي هناك، وإذا بدأتم تنظرون عن كثب سترون حقلا من الأحلام، ولذلك ذلك يجسد مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية. هكذا بنيت واحة السيليكون فالي، وهكذا سنبني موقعا ل 20 مليار دولار سيتخصص في تلك الأشباه للموصلات، وهذا المشروع سيشغل 10,000 شخص، وسيكون هناك مشروع معقد لتكون تلك الرقاقات وأشباه الموصلات منتجة هنا وتلبي حاجتنا. تلك الرقاقات التي تستخدم في الإنترنت وفي الهواتف الذكية، هذه مجرد بداية. رئيس التنفيذي لإنتل كان هنا ليلة أمس. بات، أنت هنا، قف رجاء. بات جاء لرؤيتي وقال إنه مستعد لزيادة الاستثمار من 20 مليار دولار إلى 100 مليار دولار. هذا سيكون أكبر استثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل ما نحتاجه هو تمرير مشروع القانون. أرسلوا هذا القانون إلى مكتبي وسأوقعه فورا، وسينفعنا ذلك كثيرا، وسنذهب بعيدا. إنتل ليست الشركة الوحيدة، وإنما هناك شركات أخرى. أمور تحدث في أمريكا، هناك أشياء مذهلة تحدث، هناك أشخاص ساعدونا في تصنيع الأشياء والمنتجات في أمريكا، هناك مصانع تؤسس مقراتها في أمريكا بعد أن كانت تقول في السنوات السابقة إنها ستواصل عملها في الدول الأخرى. الآن هناك مركبات كهربائية تصنع هنا. جنرال إلكتريك ستصنع الكثير من المركبات الكهربائية وستخلق وظائف عديدة. وبطبيعة الحال فقط في العام الماضي هناك وظائف عديدة خلقت من هذه الشركات التي تستثمر في الطاقات المتجددة. هناك جوجو بيربس، وهو من بيتسبرغ. أين أنت يا جو؟ شكرا. كما قال سيناتور أوهايو ذات مرة، شير براون قال ذات مرة أن الوقت لبناء حزام الصدى، ما يسمى وما كان يسمى بحزام الصدى. هذا الحزام أصبح فضاء ومكانا لانبعاث الشركات والمصانع، وهناك أجور أعلى. كان هناك أسر تعاني بسبب الفواتير العالية وبسبب التضخم، وأنا أفهم المخاوف والاستياء بسبب الأجور، لكن دعوني أقول لكم، اقتصادنا تعافى في وقت قياسي أكثر مما كان متوقعا، لكن بسبب الجائحة كان علينا أن نبقي الإنتاج في مصانعنا، وبالتالي كان هناك مصانع مغلقة ولم نتمكن من المحافظة على كل شيء فيما يخص سلسلة الإمدادات المصانع.
المصانع أغلقت وأصبح الأمر يأخذ وقتا من أجل التصنيع وأخذ الأمور إلى أماكن التوزيع وما إلى ذلك. إذن التضخم وقع ومشروع كتصنيع أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية، هذه المشاريع ستفيدنا وخصوصا مشروع تصنيع المركبات. لذلك لدينا الاختيار، يمكن أن نقاوم ونواجه التضخم، ولدي فكرة أفضل هي تقليص التكلفة وليس تقليص الأجور. هذا يعني إنتاج أشباه موصلات ومركبات في أمريكا وبنية تحتية وإبداعات وابتكارات أكثر ومنتجات تروج وتسوق أكثر وبتكلفة أرخص في أمريكا ووظائف أكثر في أمريكا بدلا من الاعتماد على سلسلة إمدادات خارجية. سنعتمد على منتجات مصنعة في أمريكا. الاقتصاديون يتحدثون عن مكونات اقتصادنا. أنا أسمي هذا بناء أمريكا مجددا بشكل أفضل. خطتي لمواجهة التضخم ستكون عبر تخفيض العجز وتخفيض التكلفة. الكثير من الاقتصاديين يقولون وخصوصا القادة، وأعتقد أن معظم الأمريكيين يدعمون هذه الخطة. هذه الخطة هي التالي: قلصوا تكلفة وصفات الأدوية. نحن ندفع ثمن نفس الدواء أكثر بثلاث مرات من أي دولة أخرى في العالم. تخيلوا أن واحدا من كل 10 أمريكيين يعاني السكري، وهناك طفل جوش ديفيد معنا. قف، هو وأبوه يعانيان السكري من الفئة الأولى. نحن نتحدث عن 10 دولارات كدواء، ولكن الشركات الصيدلانية يقومون بجعل التكلفة غالية 30 مرة. لذلك نريد أن يبقى الأمريكيون أصحاء. و قلت لأبيه: كم يكلف هذا لأسرتكم؟ أنتم تتوقعون أن تعيشوا عيشة كريمة عندما يكون هناك مرض. علينا أن نفكر بهذه الطريقة. جوش كان قد احتفل بعيد ميلاده أمس، هناك 200,000 أمريكي آخر لهم سكري من النوع الأول. لذلك نريد أن يصبح دواء السكري أرخص، وبالتالي سيصبح المصابون بالسكري من الأمريكيين يعيشون حياة أيسر. دعونا نفاوض هذه الأسعار الخاصة بأدوية السكري حتى تصبح أقل تكلفة. دعونا نفاوض هذا مع ميديك إيد. الخطة الأمريكية للإنقاذ ستساعد الكثير من الأمريكيين وستوفر عليهم 200 دولار سنويا في هذه الأدوية إذا حدثت هناك تخفيضات. إذن دعونا نفكر في ما يكلف ذلك للأسر. سيكون هناك تخفيض ب 500 دولار لكل أسرة عندما نقوم بذلك وعندما نتجه إلى الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة وطاقة الشمس وتخفيض تكلفة قيادة المركبات ستعود على مدخرات الأمريكيين بالإيجاب.
أول شيء يمكن أن نفعله لتحسين مستوى المعيشة هي تقليص تكلفة رعاية الأطفال. إذا كنت تعيش في مدينة أمريكية كبرى فإنك تدفع $60,000 لرعاية الأطفال، وأعرف أن هناك أمهات وآباء وإخوة يجدون صعوبة في دفع مثل هذه المبالغ. الأسرة الأمريكية يجب أن تدفع أقل. خطتي تكمن في تقليص تكلفة رعاية الأطفال لمساعدة الآباء والأمهات، وخصوصا أولئك الأمهات التي استقلن من عملهن لأنه لم يكن من يهتم بأولادهن خلال جائحة كورونا. كذلك أنا أريد أن يكون هناك تخفيض لأسعار الإيجارات للمنازل، وهذا من أجل مساعدة الأسر. لا أحد يجب يدفع ضرائب ولو فلسا واحدا إذا كان دخله السنوي أقل من $400,000. قد أكون مخطئا، لكن نتفق جميعا أن الضرائب الحالية ليست منصفة. علينا أن نصلح نظام الضرائب. أنا لا أريد معاقبة أي أحد، لكن دعونا نجعل الأغنياء والشركات الكبرى تدفع الضرائب المطلوبة. العام الماضي صديقي كاربر وسيدة في الكونغرس، جئنا من عالم المؤسسات الأمريكية، وأنا ما زلت أذكر أنني فزت في عمري التشريعي خلال 36 سنة، وكنت دائما أطالب بأن يكون هناك عدالة ضريبية. نعرف أن هناك من يجني الكثير من الأموال، ملايين الدولارات، ولا يدفع أي فلس في الضرائب. هذا غير منصف. علينا أن نجعل الشركات التي لديها عوائد كبيرة جدا بدفع الضرائب. نعرف أن هناك شركات أجنبية ولديها أنشطة خارج الولايات المتحدة الأمريكية ولا تدفع الضرائب. لذلك علينا أن نجعل كلامنا يتوجه إلى تلك الشركات التي تجني الكثير من الأموال، ونقول لهم بما أنكم تجنون الكثير من الأموال يجب أن تدفع أكثر. لذلك أقول إننا نريد أن نجعل الاقتصاد يتقدم. ما الذي ننتظره؟ دعونا نحدث التغيير ونحسن الاقتصاد. ورجاء أكدوا ترشيحي للفيدرالي الاحتياطي. نريد أن نعطي للأسر الفرصة للتحسن. هذا سيقلص العجز، وبطبيعة الحال عرقلة هذه التشريعات تقوض عمل المراقبين وقدرتهم على مجريات النفقات كل يوم. المراقبون عادوا، وهناك مجرمون يتهربون من الضرائب ويخفون الملايين من الضرائب، والعدالة في بلادنا ستلاحق كل أنواع التزوير والأنشطة غير القانونية.
شكراً أن أنتم جميعاً تتفقون مع هذا. إذن قبل أن أتولى السلطة، الرئيس الوحيد الذي قلص العجز بأكثر من تريليون دولار، نحن نتحدث عن التنافسية. أنا رأسمالي، والرأسمالية دون التنافس هي استغلال. ليس هناك أي رأسمالية دون التنافسية. الشركات عليها أن تتنافس، وأرباحها تعلو. الشركات الصغيرة والشركات العائلية والشركات الفلاحية يجب أن تستفيد بشكل متكافئ. عندما يكون هناك مناورة أو تملص، سيؤدي ذلك بالشخص المعني إلى الدفع أكثر. خلال الجائحة كان هناك شركات زادت الأسعار بنحو 1000% من أجل جني الأرباح. أنا أقول إنني سأتحيز إلى المستهلكين الأمريكيين وأحاسب تلك الشركات التي تزيد الأسعار بشكل كبير جدا. هناك خدمة التمريض المنزلي التي زادت رسومها. مسألة التمريض المنزلي هو أمر مهم، ويجب أن نحرص على أن أقاربنا يحظون بالعناية اللازمة. كذلك سنقلص النفقات من أجل أن نحسن اقتصادنا، ويكون هناك تدريب للمتدربين، ويكون هناك عوائد وأجور لهؤلاء وليس فقط الشهادات. دعونا نتحدث عن رفع الحد الأدنى للأجر في كل ساعة إلى 15 دولاراً للساعة، ودعونا نستثمر ونستثمر في التعليم. السيدة الأولى تتحدث دائماً، الدكتورة جيل تتحدث دائماً عن المدارس المجتمعية. عندما يكون هناك حديث عن الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن نتيح هذه المدارس المجتمعية على أوسع نطاق. نحن نقول إننا يجب أن نبني أمريكا أفضل. لأكثر من سنة كورونا أثرت على كل من ناحية من حياتنا. أعرف أنكم أنكم متعبون ويائسون بسبب الجائحة. هناك الكثيرون الذين انعزلوا في بيوتهم، هناك من جلسوا حزانا بسبب فقدانهم أقاربهم. ولأنكم صمدتم وبقيتم أقوياء، يمكنني أن أقول إننا سنمضي بأمان إلى حياة طبيعية وإلى روتيننا. نحن واجهنا لحظات صعبة عندما كانت كورونا صاعدة. قبل بضعة أيام قالت مراكز مراقبة الأمراض بإصدار إرشادات جديدة. أعرف أن الأمريكيين يمكن أن يتخلصوا الآن من الكمامات، وبناء على توقعاتنا فإننا سنصل إلى هذه المرحلة التي نتحرر فيها من هذه الكمامات والاحترازات خلال الأسبوعين المقبلين. هذه الليلة أقول إننا سنواصل مواجهة الفيروس وباقي الأمراض، ولأن هذا الفيروس يتفور ويتحور علينا أن نبقى يقظين. ومع ذلك نحن سنمضي إلى الأمام. إذن أنصحكم بأن تحسنوا أنفسكم عبر التطعيمات واللقاحات. عندما يكون هناك لقاح فإنه تكون هناك حماية. لن نتخلى عن التطعيم
الأمم واللقاحات للأمريكيين، ونحن رأينا أن هناك اعتماداً وعمل لاعتماد اللقاحات للأطفال. نحن مستعدون، ونحن أيضاً مستعدون من أجل أن يكون هناك تصد أقوى لكورونا. نعرف أنه في المستشفيات فإن الذين لم يأخذوا اللقاح هم الذين يمثلون 90% من الذين يرقدون في أسرة المستشفى. نعرف أن فايزر أبدى نجاعة، وأولئك الذين تلقوا اللقاح بشكل مجاني عاد ذلك بشكل إيجابي على صحتهم وظلوا معافين. هناك بطبيعة الحال بعض مواطن الضعف، هناك العلاج وهناك كمامات غالية في نفس الوقت. بالنسبة للفحوص، نحن أتحنا ملايين الفحوص بشكل مجاني وفي مختلف الأماكن، وكذلك أن أعلن مجموعة أخرى من الفحوص وهي ستبدأ في الأسبوع المقبل ويمكن للجميع أن يستفيد منها. ثانياً، علينا أن نكون مستعدين في حال ظهور متحورات جديدة، وإذا حدث ذلك سنطور اللقاح خلال 100 يوم وليس أكثر من هذا. سيكون لدينا مخزون جديد من الكمامات والفحوص وما يلزم. الذي يمكن أن أعدكم به هو أننا سنبذل قصارى جهدنا إذا ظهر متحور لا قدر الله. كذلك عندما أغلقت المدارس والمصانع كان هناك أدوات يمكن استخدامها. الآن آن الأوان أن نجعل أولئك الذين يعملون إلى الآن من منازلهم أن الأوان ليعودوا إلى أماكن عملهم. سنساعد الموظفين الاتحاديين ونبقي المدارس مفتوحة. دعونا نبقي الأمور متجهة في هذا الطريق. خمسة 75% من الراشدين الأمريكيين ملقحون، والمستشفيات أصبحت غير مكتظة وقل عنها الاكتظاظ ب 77% بسبب انخفاض عدد الإصابات. ونحن قمنا بمعالجة الأمور بارتداء الكمامات وبالاحترازات اللازمة، وأنا سأبعث طلبا إلى الكونغرس من أجل أن نستخدم الأدوات اللازمة، وقد نحتاج استخدام هذه الأدوات مرة أخرى. سأرسل هذا إلى الكونغرس وأمر أن تمرروا هذا الطلب وتوافقوا عليه بسرعة. نحن أرسلنا الكثير من اللقاحات إلى الدول الأخرى، أكثر من 80 دولة، ولن نتوقف. لا يمكن أن نبني جداراً عالياً ونمنع الآخرين. اللقاح هو الوحيد الكفيل بوقف انتشار هذه الأمراض. تعلمنا الكثير من كورونا ونعرف أننا كبدنا فقدان أقاربنا، لكن لنتوقف عن النظر إلى كورونا كأداة قسمتنا. دعونا نتوقف عن النظر للآخرين كأعداء وإنما كمواطنين يشاركوننا المواطنة. لا يمكن أن نغير مجرى ما حدث، لكن يمكن أن نغير اتجاه
مسيرنا في المستقبل. أنا كنت قد زرت نيويورك والتقيت بجيسون ريفيرا، وكانوا يستجيبون لتلك الهجمات التي استهدفت البرجين التوأمين في 11 سبتمبر. أولئك الذين ولدوا في تلك الشوارع في نيويورك اختاروا أن ينضموا إلى شرطة نيويورك، وقلت لهم إننا مدينون لأبناء أولئك الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الأمريكيين الذين استهدفوا. وكما تعرفون أنا أعمل معكم في هذه القضايا منذ وقت طويل، أعرف ما الذي ينفع، والتحقيق والاستقصاء الشرطي وذلك بشكل استباقي، ومعرفة ما يحدث في أحيائنا، وذلك ليكون هناك ثقة وعدالة. دعونا نعيد الثقة في شوارعنا ونعيد الثقة للمواطنين في قوات إنفاذ القانون، وذلك عبر التدابير اللازمة. وهذا يعني أن الخطة الأمريكية ستساعدنا على مساعدة الكثيرين، ونحن لذلك رصدنا 50 مليار دولار في هذا الصدد حتى نجدد الثقة بين الأمريكيين وقوات إنفاذ القانون. نعرف أن العنف المجتمعي وتلك الدوامة من العنف يجب أن تتراجع وتتقلص. نحن لا نريد قطع التمويل عن الشرطة، وإنما نريد تمويل الشرطة. نعم، نريد منح التمويل للشرطة وليس قطع التمويل عنهم، تمويلهم بالتدريب والموارد، وذلك لحماية سكاننا. أنا أطالب الديمقراطيين والجمهوريين لتمرير مشروع قراري لإبقاء أحيائنا آمنة وسالمة. ونعرف ما يسببه السلاح من عنف في أمريكا. أطالبكم بأن تمرروا التدابير التفتيشية وللتحقق قبل بيع أي سلاح أو مسدس. لماذا نسمح لشخص له سجل إرهابي أو متطرف أو عنيف بأن يشتري مسدساً وهو يشكل خطراً على المجتمع؟ لذلك يجب أن نضعف التحقق. لذلك علينا أن نجعل تلك المصانع التي تصنع تلك المنتجات تتحمل المسؤولية. نعرف أن هناك التعديل الدستوري الثاني، ولكن لا يجب أن نسيء تأويله. هناك أرواح أمريكية تسقط بسبب سوء التأويل للتعديل الدستوري الثاني. إذا قمنا بالعمل مع الولايات ولاية تلو الأخرى، فإنه يمكن أن نتفادى حدوث الكثير من الأشياء السيئة. أطالب الكونغرس أن يصوت على مشروع جون لويس، وأطالب الكونغرس بأن يمرر مشروع قانون التصويت الحر وحرية التصويت. هذه الليلة أود أن أتحدث عن أحد قدماء المحاربين وعالم دستوري، وهو له باع طويل في المحكمة العليا. شكرا جزيلا لك على خدمتك. شكرا جزيلا. نعرف جميعا أنه من بين المسؤوليات الدستورية الأساسية هي تعيين شخص يعمل في المحكمة العليا. كما فعلت قبل 4 أيام، أنا عينت كيتانجي براون جاكسون
وهي من أفضل وهو من أفضل الكفاءات التي لدينا في الممارسة وكذلك في الادعاء العام، ومن عائلة فيها العمل الشرطي وفيها الدعم للعمل الشرطي والقضاء وكذلك القوانين التي تعد إصلاحية وتقدمية. علينا أن نؤمن حدودنا ونصلح نظام الهجرة. نعم، يمكن أن نفعل الأمرين، نؤمن حدودنا ونستخدم التكنولوجيا مساحة متطورة من أجل القضاء على التجار وتهريب البشر، ويمكن أن نمكن القضاة والأشخاص المكلفين في العدالة من أجل أن يعاد أولئك الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى أماكنهم، ولكن في نفس الوقت نسمح للمدن الودودة للمهاجرين بأن تأوي هؤلاء الذين لهم وضع يؤهلهم لذلك. كذلك سنساعد الحالمين، أولئك القصر الذين أتوا إلى أمريكا دون أن يصلوا إلى سن الرشد، وأعتقد أنه من الذكي أن نصلح نظام الهجرة، وهذا الأمر له دعم من الكثير من المؤسسات. دعونا نجري هذا الإصلاح بشكل نهائي. دعم الحريات وحماية حقوق النساء، ولا يجب أن نسمح بالتهجم على حقوقنا، حقوق النساء في أن يختارن، حقوق الأمريكيين في أن يحصلوا على رعاية صحية، حقوق الأقليات الأمريكية. دعونا نمرر ذلك القانون للأقليات الأمريكية حتى يكون هناك مساواة بين كل الأمريكيين، لأن ما يحدث في بعض الأحيان خاطئ. لذلك يجب أن نحقق المساواة بين كل الأمريكيين بصرف النظر عن نوعهم الاجتماعي وعن جنسهم. كما قلت لكم، قد تأتي أوقات نختلف فيها، لكن نحن نتفق في أشياء كثيرة. أنا وقعت على 80 وثيقة خاصة بالقوانين ذات الصلة بإصلاح القضاء، وكذلك تخص أشياء أخرى تهم النساء. ومن المهم أن نظهر للأمة أنه يمكن أن نعمل معا ونحقق أشياء كثيرة. هناك أشياء أربعة يمكن أن نحققها معا. أولا، برنامج لمكافحة الأوبئة، وذلك بشكل استباقي ووقائي. لذلك لنجعل الأطباء يوقفوا توصيف الأدوية الغالية للأمريكيين. إذا كان هناك أحد يعاني الإدمان فإنه
فإنه يجب أن نقدم له المساعدة والرعاية. هناك 23 مليون أمريكي يتعافى من الإدمان. الخطة الأمريكية للإنقاذ تخصص مخصصات وتمويلا للمدارس، المدرسين والمدارس الابتدائية والثانوية. سنحرص على أن يكون هناك مساعدة لكل المدرسين. الأطفال عانوا التنمر وصدمات وكذلك الأضرار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. فرانس التي هي معنا اليوم كما قالت، يجب أن نحمل المسؤولية لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأضرار التي يسببونها لأطفالنا. شكرا جزيلا، شكرا على شجاعتك. كذلك علينا أن نحمي الخصوصية ونمنع تلك الإعلانات الموجهة التي تستهدف الأطفال والتي تجمع المعلومات بشكل مفرط عن الأطفال. دعونا نقول إنه يمكن الحصول على المساعدة، سواء المساعدة في الرعاية الصحية البدنية أو المساعدة في الرعاية الصحية الذهنية، وأن العلاج ينفع إذا تم الحصول عليه في وقت مبكر. علينا أن ندعم قدماء المحاربين، فهم العمود الفقري لهذه الدولة، هم أفضل الأمريكيين. أنا دائماً اعتقدت أن تلك الواجبات المقدسة للذهاب للقتال في بلدان أخرى والعودة إلى بلادنا، أنا أعتقد أنه يجب أن نجعل قدماء المحاربين يحصلون على الرعاية الذهنية والبدنية اللازمة. نعرف أن هؤلاء القدماء من المحاربين عانوا الكثير من المخاطر، والكثير من قدماء المحاربين عملوا في أفغانستان و العراق وذهبوا مرات عديدة وواجهوا مخاطر الحروب والمواد الخطرة، ويعودون إلى بلدنا ويعرفون أن هناك أفضل الأشخاص والكفاءات، لكن يعودون بأمراض مثل السرطان أو أمراض أخرى، وبعضهم يعود مكفنا إلى بلد بسبب التضحية التي يقدمها. ابني كان من هؤلاء الجنود. لا أعرف ما الذي تركه في العراق أو في كوسوفو عندما خدم هناك، وقبل أن يصاب بورم سرطاني في دماغه، لكن أعرف أنه كان قد التزم مثل ما فعل دانييل روبنسون من أوهايو، والذي ولد جنديا وعمل في مهمة في العراق وبقي في بغداد. دانييل معنا اليوم. دانييل معنا اليوم. ودانييل كانت تحب أن تلعب لعبة الليغو مع ابنتها. ودانييل قال إنه سيقاتل إلى النهاية. وعبر الألم وجدت المعنى. هذه الليلة نقول لك دانييل، سنبلي بلاء أفضل. نعرف أن هناك سموماً وأمراضاً يجلبها قدماء المحاربين معهم، واليوم أنا أقول إننا سنزود دعمنا ونطالب الكونغرس بأن يدعم أولئك الذين تعرضوا للمخاطر في أفغانستان والعراق وتعرضوا للأمراض
أن يحصلوا على الدعم اللازم للحصول على رعاية صحية أفضل. رابعاً وأخيراً، دعونا ننهي السرطان كما نعرفه. نعم، هذه مسألة شخصية بالنسبة لي وجيل وللعديدين منكم. كثيرون منكم فقدوا أحد الأقارب، أباً أو أماً أو ابناً أو بنتاً. السرطان من أكثر الأمراض الفتاكة في أمريكا. الشهر الماضي أنا كنت قد وقعت وثيقة من أجل تقليص الإصابة بالسرطان بنحو 50% على الأقل. علينا أن نحول السرطان إلى مرض قابل للعلاج، وأن ندعم أقارب المصابين بالسرطان، وكذلك يجب أن نسرع مشروع البحوث والتطوير لإيجاد علاج للسرطان. كذلك هناك تكنولوجيات يجب أن نستخدمها من أجل أن يكون هناك قدرة للوصول إلى كل المحتاجين في المساعدة عبر الجي بي إس، وذلك لتسريع تقديم المساعدة لهم. كذلك يمكن أن نقلل السكري. كل هذه الأمراض يمكن أن نواجهها ونقللها. هذا الأمر في مقدورنا. أيها الأمريكيون، هذه الليلة نحن اجتمعنا في هذا المكان المقدس، في هذا المهد للديمقراطية، في مبنى الكابيتول. أجيال تلو أخرى كانت قد ناقشت قضايا كبرى وقامت بأعمال عظيمة، العمل من أجل الحرية والترويج للحرية ومناهضة الاستبداد والديكتاتورية. نحن بنينا أكثر أمة ازدهاراً وأقوى أمة عرفها العالم. الآن هنا لحظة المسؤولية، اختبار عزمنا وضميرنا واختبار التاريخ نفسه هو في هذه اللحظات التي تكونت فيها أجيال. مستقبلنا يصنع. أنا أعرف هذه الأمة. نحن سننجح في الاختبار ونحافظ على حرياتنا، وسنحافظ على الديمقراطية ونصون الديمقراطية. أنا مع كل القتامة في هذه اللحظات. أنا متفائل لأنني أرى أن المستقبل سيكون جيداً، لأنه لا شيء سيمنعنا كأمة. نحن الأمة التي الوحيدة التي تقلب كل أزمة إلى نجاح وفرص وإمكانات. هذه الليلة وفي هذه الذكرى أقول في خطاب حالة الاتحاد، إن الاتحاد هو أقوى لأن الأمريكيين أقوى. نحن أقوى اليوم كما كنا أقوى مما كنا عليه قبل سنة، وسنكون أقوى في العام المقبل مما نحن عليه الآن. هذه هي اللحظات اللازمة لنواجه التحديات، وسنعمل كأمريكا موحدة، كولايات متحدة أمريكية معا. ليحفظكم الرب وليحفظ الرب جنودنا. شكرا جزيلا لكم. أنتم لها.